فانا عايزه الشكل يبقى كله متساوي. هوريكم ازاي نعمله كله متساوي بطريقه سهله جدا، اسهل من ان احنا نقعد نعمل قطعه قطعه. لف كده. انا بحب جدا ان الكفته نسيب لها وقت بعد ما نحط لها البصل والبقدونس والتوابل، بحب نسيب لها وقت تتشمع في الثلاجه، لكن لو ما عندكمش وقت حطوها على طول، بس انا افضل ان انتوا تسيبوا لها وقت. بجيب بقى دلوقتي عندي على رخامه او على اي حاجه، هفرد الكفته بتاعتي كده، افردها مستقيمه كده. طبعا دي وجبه فيها بقى بروتين، فيها خضار، وما فيهاش تسبيك، وحلوه كده وخفيفه، تكون حلوه جدا. في ناس بتحب ان هي تقعد تعمل كل قرص لوحده، انا شايفه ان دي اسهل طريقه ان نطلع كل الاقراص حجم واحد ومتساوي. هعمل كده، افرد كده كل ده كده حته واحده، شكلها يفتح النفس حتى وهي نايل، الوان جميله جدا. حابب يزود كمان فلفل الوان، ممكن نزود فلفل الوان يدي شويه بهجه كده في الكفته بتاعتي. انا كده فردت الكفته وعجنتها، هطلع فاصل اجيب بقى الحاجه اللي هتخلي كله زي بعض وارجع لكم على طول، استنوني. الكفته بتاعتي اتشمعت لحد ما اهي، يعني لو سبتوها ازيد شويه بس ثلاجه مش فريزر هتكون افضل، بس انا عشان الوقت طبعا مش عارفه اعمل ده. اعمل كده راحه كده. الخضار، عايزني اشيل الخضار؟ انا هشيله دلوقتي. هعمل دولة كده، يعني انا بحاول ان كله يبقى قد بعض، فعشان كده مستخدمة كوباية. لو حابين انه يبقى الشكل عشوائي شوية عادي بعملوه قرص عادي، واوريكم برضو ازاي. طبعا البواقي اللي طالعة من الجناب هنفردها تاني وهنعمل بيها قراص تاني. حلوة كده. نبتدي بقى دلوقتي نقسم مع بعض الطاجن، نشوف هنعمله ازاي. حط شوية زيت صغيرين جدا جدا تحت كده، حاجة يعني تفتوفة، قليل جدا جدا عشان بس مفيش اي حاجة تلزق. وعملهم كده بفرشة، وابتدي اخد البطاطس والطماطم والكفتة، هاخد كوباية كده اسند عليها عشان لحد لما اوصل ان يبقى عندي دايرة مستقيمة. طبعا انا الكفتة مرتحتش خالص، فطبيعي ان هي تبقى طرية شوية، انتوا طبعا هتسيبوها وقت فهتبقى احسن جدا معاكم. حط كده بطاطس كفتة طماطم، واخد تاني بطاطس كفتة طماطم. تخيلوا الشكل كده معايا، هتلاقوا انه المنظر هيبقى جميل جدا، كل ده هيعمل شكل دائري كأني بعمل كيك، هتبقى حلوة قوي لو عملناها مع رز بالشعرية. بصوا طالعة جميلة جدا، الكفتة لونها فاتح وجميل، والدايرة مستقيمة عندي وشكلها زي باقي الدوائر، فهتبقى حلوة قوي. هلف كده تاني واحط نفس الكلام بطاطس كفتة طماطم.